أيضا في خبر طبي آخر، اليوم ظهر مقطع فيديو للدكتور يوسف البلوي تحدث فيه عن علاج لكورونا. المقطع يعني رافقته كثير من التأويلات حول لماذا سجل وكيف نشر ولماذا انتشر. المهم في هذا الموضوع أن وزارة الصحة ردت على هذا الموضوع، وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي أن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم. يعني وصلت بعض الخطابات، يعني يمكن هذا اللي تشوفونه على الشاشة واحد منها، إلى الآن يعني هذه الخطابات منتشرة بشكل واسع حول بعض الردود اللي صارت في هذا الموضوع، ولكن الأمر الرسمي في هذا الموضوع هو تغريدة وزارة الصحة اللي أبانت فيها ما ذكرناه لكم من أن هناك هيئات متخصصة وضوابط للأبحاث والنشر لكل شيء.